يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم إلى تونس للمشاركة في اجتماع آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية مصر وتونس. ذكرت وزارة الخارجية في بيان رسمي أن شكري سوف يلتقي بالرئيس التونسي قيس سعيد، وسينقل له رسالة شفهية من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. أضاف البيان أنه من المقرر أن يجري شكري مباحثات تستهدف مختلف ملفات العلاقات الثنائية ما بين مصر وتونس وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور مع نظير التونسي حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار اجتماعات الدورة 15 للجنة التشاور السياسي بين البلدين.